من جبينة أول جوري ورد طير الفرحة غرد من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمناسبة ولادة سيدي ومولاي كريم أهل البيت سلام الله عليه الإمام الحسن المجتبى. رحبوا معي بضيوفي الكرام، وفي الحلقة الأولى من برنامج مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الرادودين الحسينيين اللذين حلا ضيفين كريمين على المحمرة وأهل المحمرة، الرادود الحسيني أبو عباس الملا عقيل المنصوري. الله يحفظك مرات. حياك الله يا أبو عباس الجميل. الله يحييك حبيبي بالمحيي. مرحبا. الله يعزك عيوني. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. حبيبنا وأخونا أبو هاجر ملا عماد المنصوري. جزاك الله خير. حياكم الله وبياكم. الله يحييك. طبعا بداية الحلقة بالنيابة عن جميع كادر قناة الإمام المهدي الفضائية نوجه لكم الشكر على الوقفة اللي وقفتوها ويانا في أيام زيارة الإمام الحسين في الأربعين. فتحتوا قلوبكم قبل بيوتكم لكادر قناة الإمام المهدي الفضائية وساعدتونا خدام بجميع الأشياء ما شاء الله. أنتم سباقون في خدمة الحسين. الله يحفظك. أقل وأصغر منكم. الله يسلمك يا أبو عباس. الله يسلمك يا أخوي. تهنئة تحب تقدمها أبو عباس بهذه المناسبة العظيمة؟ والله أحب أن أهني العالم الإسلامي واقعا. خلي نصب لكم شاي وأنتم جاي سولف. أحسنتم جزاك الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله. وجميع خدام الحسين عليه السلام. سلام الله عليه. وجميع مراجعنا العظام. لهذه المناسبة العطرة. تفضل بعض. أحسنتم. وأنت من خيرة المحسنين. الله يحفظك مغاتي. نعم. كون الإمام الحسن سلام الله عليه صراحة مظلوم يعني. نعم. وهذا جميل. لامين يعني مظلوم من الشيعة يعني. أي. سلام الله عليه. سلام الله عليه. فجزاكم الله خير على هذا الإحياء. خدام. 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 ويديمكم. الله يعيدكم ويحفظكم إن شاء الله، ودائما وأبدا في خدمة الإمام الحسن المظلوم إن شاء الله تعالى عليه السلام. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله مولا عماد حبيبي. أهلا وسهلا بيك. والله يحفظك وكل الهلا. أصلك تفضل بالتهنئة مالتك. أولا أقدم شكري وتقديري نعم ل نعم قناة الإمام المهدي الفضائية وإلى شخصك الكريم والحسين الأميري، جزاك الله خير. جزاك أحسنتم. جزاكم الله خير. نعم. أهني العالم الإسلامي أجمع. نعم. وخصوص شيعتي أهل البيت عليهم السلام بذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله مرة ثانية. الله يحييكم أغاتي. منوريني ومشرفيني بالمحمرة حقيقة، جدا فرحان ومسرور حضوركم اليوم، وانه اكون خادم صغير لكم ان شاء الله دنيا واخره يا حبيبي. الله يحفظكم ان شاء الله. حياكم الله. الله يحفظكم اغاتي. الله يسلمك. نسمع شويه من انغامك العذبه من العقيل. خدمتكم اغاتي. الله يحفظكم. الله يسلمكم وحيوني. فجر أطل على رباك فهل لي فرحا. جميل. فجر أطل على رباك فهل لي فرحا لميلاد الوصي الأكمل. ألو. هذا الإمام المجتبى وقد انجلى ليل الظلام عن الزمان المثقل، هبت على الدنيا مكارم فضله، هبت على الدنيا مكارم فضله، فسمت على أوج السماء يا كل أعزلي عليك البار بالتفضيل. حاتم يمن يمن سيف الكرم بجفاك. حاتم حاتم عظمت الميذا
أظن تلميذ عندك كان أكيد مو أظن والله أظن تلميذ عندك كان حاتم تعلم منك دروس العطية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سنت أبو عباس طيب الله أنفاسك ملا عماد حياك الله حبيبي ملا شنو تجاوب الملا عقيل أقول يا ليل الفرح طول على العشاء وفك حزنك يا شيعي والبس الألوان حضروها الصواني حضروها الصواني وعلقوا الشمعة صاير علقوها الصواني وعلقوا الشمعات وكثروا بالصلاة الليل يا أخوان صلوات اللهم صل على محمد وآلي محمد حسن منور الكون هالليل حسن حسن اقبل على العالم حسن 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 الف مبروك ميلادك حسن حسن من نورك نزغ ضوى البريه صلوات اللهم صل على محمد احسنت طيب الله انفاسك والعماد بارك الله بك عزيزي الله يحفظك ننتقل الى ابو عباس العزيز حبيبي عقيل المنصوري الله يحفظك الرادود ومهندس الصوت شلون قدرت تجمع بين الاثنين ابو عباس واقعا هو يعني اذا ترجع الجوهر العمل هو واحد طبعا في بدايه الامر بعد سقوط النظام البائد احنا يعني انفتح العراق على كثير من الافاق احسنت ومنها الهندسه الصوتيه جميل ولذلك يعني كنا ما نعرف يعني ماهيه التسجيل ماهيه المكساج التوزيع وما شابه يعني اكو محاولات صارت احنا نحاول نسجل لكن بعيد ببغداد واحنا بالبصره في اقصى جنوب العراق توصلنا على انه احنا نسوي استديو يعني جميل بما انه احنا مجموعه رواديد ونريد نسجل بحاجه الى استديو نعم لازم الى مهندس الاستديو ضروري يعني صارت اليوم نعم لتوثيق الاعمال فبادرت انا بهذا الشيء كان وياي سيد حسين الحسيني طبعا تحياتنا الى اخونا من التنومه كذلك خادم الحسين الرادود اشتغلنا انا وياه فسوينا استديو جدا متواضع بدايه الامر والحمد لله منها تدرجت بعدين والخبره اليوم حتما اكثر من السنين اللي مضت احسنت قبل 12 او 13 او 14 سنه تقريبا الحمد لله اليوم قدرنا نوصل الى مرحله معينه في مجال الهندسه الصوتيه تقدر انت تسجل وتقدر تسجل لنفسك ولغيرك وتستفاد لانه هذا ميدان صراحه يعني احسنت يعتبر ميدان انت تمارس عملك كل يوم يعني جميل واكو نقطه جدا مهمه وهي محبه هذا العمل احسنت طبعا لان عندك محبه للعمل نعم هو هذا سر النجاح والحمد لله يعني في الفراغات نقرا نخدم الحسين سلام الله عليه سواء في خارج العراق او داخل العراق وقبل المناسبات اشتغل بالاستديو مع الرواديد جميل جدا احسنت شمال البصره ابو عباس وقضاء المدينه او قضاء الشهداء نعم. وبني منصور تحديدا نعم. هل هي مظلومه اعلاميا الرواديد اللي موجودين في تلك المناطق شوفونهم مظلومين اعلاميا القنوات الشيعيه هل جايه تؤدي الواجب انه يجون الى تلك المناطق يشوفون الرواديد يشوفون الخطبه يشوفون الحسينيات او لا بصراحه ابو عباس والله يعني ملا اذا تريد احكي لك الصراحه هي الصراحه اليوم يعني صراحه جارحه انا اشوفها اليوم نعم رواديد
محافظة البصرة كلهم مظلومين. أحسنت. عندنا إبداع، وأنتم شفتوا في بعض البرامج مؤخرا كيف ظهر إبداع من البصرة. جميل، أحسنت. كانوا أخذوا مراحل متقدمة، المرحلة الأولى. نعم، برامج المسابقات. برامج المسابقات، مسابقات الرواديد. نعم، وهذه السنة كذلك شفتوا يعني كذلك في إبداع يعني فيما يخص أساتذة النغم. جميل. فيما يخص الشعراء، فيما يخص الأصوات والحناجر الحسينية. جميل. ولذلك يعني أنا أكد لك وقلت لك يعني الأمر واقعا جارح، يعني هو محزن في نفس الوقت، مظلومين إعلاميا. نعم، أحسنت، أحسنت، بارك الله بيك. إن شاء الله إحنا في قناة الإمام المهدي الفضائية إن شاء الله ما راح نقصر. أحسنت. في المجيء إن شاء الله إلى قضاء المدينين، قضاء الشهداء وبني منصور تحديدا، ونكون في خدمة خدامة أبي عبد الله الحسين في تلك المنطقة. الله يبارك فيك ملا، الله يبارك خدامة لكم يا أبو عباس، سباق في هذا العمل. الله يبارك، الله يعزك أنتم ملا عماد العزيز. حبيبي، حياك الله مرة ثانية، الله يحفظك. خلينا نرجع شوي على أجواء القرقيعان، المناسبة اللي إحنا بيها. طبعا. شنو تتذكر من القرقيعان؟ والله أتذكر شيء يعني قليل. أيه؟ ما أتذكر يعني بذاك تعرف الزمان وهاي. نعم. كانوا يعني كمان نتصور يعني هم أبهاتنا كانوا يصنعون هذا الشيء يعني، أما في هذا زماننا لا، هذا الشيء انطفى. نعم، ماكو شيء هسه هناك بالبصرة. أحسنت. أنت اللي شفته شنو؟ أنت كنت طفل ملا عماد ليلة نص رمضان. عماد قبل لا أصير ملا. خادمك ملا. خادم الزهراء، الله يبارك فيك. عماد. نعم. وين تروح تقرقع برمضان مثلا؟ الوالد وين يوديك أو أخوتك أو أنا؟ هذا اللي أريد أعرفه. أنا ما أدري شلون أجواء الأقضية أبو عباس. طبعاً. أنا أعرف أجواء المدن. المركز موجود. نعم. المركز موجود. صح. ملا عماد جدا متشاف. فضل ملا. ملا عماد يعني دمرنا. هي موجودة حتماً يعني، لكن. إيه شيء قليل يعني هو. يعني سنتم بالمدينة ماكو خلاص قرقيعان؟ موجود. موجود. لكن في مركز المدينة. مركز المدينة. في المناطق الأكثر قدما. نعم. مثلاً أبو الخصيب وما شابه وهاي المناطق. لا موجودة. موجودة. نعم. أما عندنا موجود بسبب بني منصور. قليلة. قليلة شيء. قليل قرقيعان. إيه قرقيعان قليل. جميل. صح. شنو السبب مله؟ السبب إنه ما في متابعة يعني. متابعة مشكلة. المفروض. ماكو متابعة. أكو مؤسسات، أكو رابطات. تدعم هذا الشيء. صحيح. انتم ايضا كرواديد ايضا مسؤوليتكم يعني هناك حتماً. بني منصور انه لازم هاي الثقافه طبعا يعني تستمر، لانه لا ولاده الامام الحسن المجتبى سلام الله عليه. صح ملا حبيبي، انت قبل سالت ملا عقيل قضيه الظلم من جانب الرواديد. نعم. من جانب الاعلام القرقيعان هم كذلك نفس الحال، هم مظلوم اعلاميا ومظلوم بعد، تعرف هاي القضيه. نعم احسن. طبعا هسه السنه ان شاء الله تعالى اكو قرقيعان بني منصور، راح نشوف. والله انطلاقا من تشجيعك انه ان شاء الله موجود حتما. ان شاء الله موجود. ان شاء الله صار في بالنا طبعا. طبعا هاي فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. خوي ذكرتنا بهاي القضيه. لا اخوي انتم السنه ان شاء الله لازم. انا اضيف لهذا الشيء، اضيف لهذا الشيء، انا عندي حاجه متعسره طبعا. يا الله يا الله. ملا حسين الاميري خادم، قبل الحلقه طبعا قلت له انا عندي حاجه، قال لي انذر للإمام الحسن سلام الله عليه. ولفت نظري إلى شيء مهم طبعا، وهذا الشيء رح يجذر حب الإمام الحسن ومناسبة ولادة الإمام الحسن في أنفس في نفوس أطفالنا إن شاء الله تعالى. قال لي ملا حسين، قال انذر نذر للإمام الحسن، وأنا متأكد طبعا هو الكلام إليه إن شاء الله. إن شاء الله. قال أنا متأكد إن شاء الله نذرك أو أمنيتك رح تتحقق، لكن النذر شنو شروطه؟ قال أنه انذر يا سيدي ويا مولاي الإمام الحسن عليه السلام، بما أنه هو كريم أهل البيت عليه السلام، كل ما تشوف طفل بالشارع اهدي له فد شيء بسيط من الحلوى وما شابه، وذكره في ولاة الإمام الحسن إن شاء الله مقضية. وهذا شيء جميل حتما يعني. أنا على يقين إن شاء الله مقضية حاجة إن شاء الله بحق محمد وجميع الحوائج إن شاء الله. اللهم آمين. قبل أن نطلع فاصل، شنو أخذ مشاركة من ملا عقيل أو من ملا عماد؟ تفضل ملا. الله بكيفكم خادمكم. يلا توكل على الله ملا عماد. أقرأ لك قصيدة للشاعر الحبيب، تحياتي إلى مازن الشطري. تحياتنا إلى مازن الشطري، أحسنت.
فرحانة كل هالبشر فرحانة مولد إمام الحسن مولانا. فرحانة كل هالبشر فرحانة مولد إمام الحسن مولانا. فرحانة كلها بمولدة تنادي بارك الطه مرسل الهادي. طير السعادة بالفرح شادي طير السعادة بالفرح شادي طير السعادة بالفرح شادي. ينثر بطور الفرح ألحانة ينثر بطور الفرح ألحانة. فرحانة كلها البشر فرحانة مولد إمام الحسن مولانا مولد إمام الحسن مولانا. من عقب طه نبارك الحيدر من عقب طه نبارك الحيدر. ميلاد شبل المجتبى شنبر نور الإمام بوجنته أزهر نور الإمام بوجنته أزهر. نور الإمام يصير عنوانه نور الإمام يصير عنوانه. فرحانة كل هالبشر فرحانة مولد إمام الحسن مولانا مولد إمام الحسن الحسن مولانا. اللهم صل على محمد وعلى حسن. الله عليك. شلون بالكورال أنا والعقيل؟ والله عمي ابداع بعد ما اساتذتي ما حفظنا ما حفظتنا الكوره ما حفظنا الكوره مستهل مستهل الجواب. يلا ان شاء الله بعد الفاصل نكمل ان شاء الله حلقتنا وفرحان ومسرور جدا بحضوركم اليوم يا احبائي خدام الحسين. احسنتم بارك الله بكم اساتذتي وخدام الحسين مشرفيني ومنوريني جدا مسرور بحضوركم وياي اليوم ان شاء الله في مضيف الامام المهدي في قناه الامام المهدي الفضائيه. احبائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع إن شاء الله في خدمتكم. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج مضيف الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن وإياكم في هذه الأيام المباركة الأيام العظيمة ذكرى ولادة سيدنا مولانا كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياك الله أبو عباس. حياكم الله. الله يحفظكم إن شاء الله ويرحمكم. الله يحفظكم. كل الهلا بك أبو هاجر الجميل. حبيبي ملا. حياك الله عزيزي. كل عام وأنتم بخير مرة ثانية. كل عام وأنتم بخير. تاج راسك علي والله. الله أيامكم. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أسأل الله أن يحفظكم في خدمة الإمام الحسن المجتبى. جميع إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. قبل لا نطلع فاصل كنا نسولف عن القرقيعان أبو عباس. سألنا أبو هاجر عن القرقيعان. حضرتك شنو تتذكر بالقرقيعان؟ من كنت صغير؟ والله ملا أتذكر إحنا كنا نطلع للبيوت. نطرق الأبواب على الآخرين على الناس. جميل. عندنا علاقة أنت هنا تسميها بلاستيكة. علاقة. فيخلون بيها طبعا قبل مو منتشرة الحلويات مثل هسه ما شاء الله يعني كل شيء موجود. أبواب الدولة مشرعة على العالم يعني. فيحطونا بيها حلاوة التمر. اللي يحطنا بيها ما اعرف شو مسوي هو من حلويات باصوره اتذكر باصوره احسنت حتى شكليات النوز يحطون عصات المله يسمونها قبل. فكانت والله يعني يعني اكو كلمات حتى احنا ما نقدر نطرقها هنا اليوم لانه قناه فضائيه. نعم. كلمات تلعن اعداء ال محمد. أحسنت. كلمات كانت قويه ومؤثره. صراحه رسمت في نفوسنا العقيده احسنت الراسخه. اليوم يعني أنا ما أريد أحبط معنوياتك معنويات الآخرين. إحنا نتمنى إن شاء الله أن هذه الأيام ترجع علينا إن شاء الله ترجع إن شاء الله أكثر وأقوى وأحدث. آمين. يعني آمين اليوم الحداثة آمين. والفضايات ما شاء الله بس أهم شيء أخوي. نعم. الحداثة والفضايات إن شاء الله موجودة. نعم. بس قل لي أرجع بيها شوي إلى وراء. نعم. البلاستيكة تنترس ولا البلاستيكة تفول أخوي اللاقة نترس اللاقة ونرجع. أحسنت. بس يعني فد صيدة كبيرة نعتبرها ما شاء الله لكن نتذكر كذلك الإمام الحسن عليه السلام. سلام الله عليه. أحسنت. هو هذا المهم. نعم. هو هذا المهم. نعم. أحسنت يا أبو عباس. أحسن الله إليك. طيب والله أنفاسك. ما أدري أبو هاجر كنا نتذكر هسه من حكيت أنت ظل يأيد كلامك يندق البيبان. أول شيء قال ماكو قرقيعان. هو شنو السالفة؟ مو الملا ذكرنا بقضية القرقيعان. قلت لك بالبلاستيك أتذكر بلاستيك نهاية بلاستيك
إيه قلت لك يعني قبل مو مثل هسه. أحسنت. فنسأل من الله يكون تعود هذا الشيء على مود نتذكر الإمام الحسن، لأن الإمام الحسن مظلوم. سلام الله عليه. إن شاء الله في قلوبنا دائما. لأنه ولادته تعرف بشهر رمضان. أحسنت. ووفاته الصادف وين؟ الصادف بالمشاية. أحسنت. يعني الناس بالبيوت الحسينيات ما تقدر تقرأ. أنت وين تقرأ؟ تقرأ المجالس. بالطريق. بالطريق. أحسنت. أي. سلام الله عليه. وهذا الإمام الحسن المجتبى. بارك الله بك يا ملة. طيب الله أنفاسك. نسمع مشاركة أبو عباس العزيز. بالخدمة إن شاء الله تعالى. خادم الحسين. نسمع ردادية. يعني مللات اخويا خليني انا من يمي. اي خادم انا تقول لي ردادية لازم انجبر. يلا اخويا انا عندي هوسه شنو رايك يعني؟ وراحتك وانا اريد ردادية اخويا. حلو ما مجهز لنا يعني اخويا. لا هوسه اخويا. يلا اخويا توكل بالله خذ راحتك. يا كريم اليمة انت سلوتي. يا كريم اليمة انت سلوتي. الله. الروح مفدية إلك يا ضنوتي. الله. دشت ملا دشت. الروح مفدية إلك يا ضنوتي. أرجوك أحضرني. أرجوك أحضرني وفك لي محنتي. الله. أرجوك أحضرني وفك لي محنتي. مرجوع لكم كل اعتابي مرجوع لكم. كل اعتابي مرجوع لكم. كل اعتابي مرجوع لكم. حياك ملا عماد هوسي. خادمك خادمك ملا حبيبي. أنا ما أدري أنتم محضرين سجال هوسات؟ لا والله اكو عندهم عندي هوسات. يلا حياك حتى تصير. حضر نفسك مله ان شاء الله. طبعا هوسات للشاعر الطيب سعيد الفتلاوي. تحياتي تحياتنا له. احسنت واحسن الشاعر. يقول حسافه بعيد يا روحي وسلواي وسلواي تمنيت الفرح يمك. سلواي يا مولاي. يا مولاي. حلو عيدي حلو حياك. حسافة بعيد يا روحي وسلواي تمنيت الفرح يمك. يا مولاي. وين بالبقيع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تمنيت الفرح يمك يا مولاي. أريد بحضرتك أهتف يا رجواي. أريد بحضرتك أهتف يا رجواي. يا رجواي وأقرأ لك شعري وهوساتي وأقرأ لك شعري وهوساتي وأقرأ لك شعري. حياك 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 أبو عباس. طبعا بالمناسبة اليوم حتى الشعر خوزستاني ما شاء الله. يعني هاي ضيافة كبيرة يعني عليها. خدام لكم خدام. المن المن الكلمات؟ طبعا للشاعر جاسم ثعلبي حساني. أحسنت وأحسن الشاعر. الله يحفظكم. بارك الله ويسلمكم. أنت حليت القضية بكل حلول يا إمام اللي يشبه النور الرسول. جميل. انت حليت القضية بكل حلول يا إمام يشبه النور الرسول. كثرة العدوان كثرة العدوان وبحسانك تجول تجول تجول. هدمت الظالم وهدمت الظالم وهدمت الظالم ورخيت هدمت الظالم ورخيت هدمت الظالم ورخيت هدمت الظالم. احسنت يا ابو عباس. احسنت مله. احسن الله اليكم حبيبي مله. حياك الله ابو هاجر تفضل. يقول صبط خير البشر وابن الزكيه وابن حيدر علي حامل حميه. الو يا هل ميلادك بهاي المسيه. يا هل ميلادك بهاي
المسيه وهالليله باسمك ونحييها هالليله باسمك نحييها هالليله باسمك. حلو 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 كلش حلو. عبد الامير الناصري تحياتنا اليك. تحياتي. احسنت. روحي حنت للبقيع وجيت ازور بس عجيب عيوني ما شافت صحن. روحي حنت للبقيع وجيت ازور بس عجيب عيوني ما شافت صحن. بالملايين الحسين تزور ناس بس حمامات السما تزور الحسن. الله جميل. بس حمامات السما تزور الحسن احسين هبه مرقده هبه ملوك احسين احسين هبه مرقده مرقد ملوك هبه ملوك والحسن ضيع اثر قبر الزمن. ان شاء الله بظهور القائم ان شاء الله. الله الله سوف يبنى ان شاء الله ويكون افضل 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 بكثير ان شاء الله ان شاء الله. موطن الاحرار صارت كربلاء حسين موطن والحسن ما له وطن ما له وطن. يم ترايت كربلاء الطب يم ترايت كربلاء الطب للبقيع وينبني مضيف الحسن بغلى ثمن. ان شاء الله ان شاء الله تعالى نشوف مشايه تجي بالاربعين نشوف مشايه تجي بالاربعين من الحسين تروح تمشي للحسن. صلوات اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل فرجهم. احسنت احسن الله عباس طيب الله انفاسك واحسنت يا ابو هاجر حبيبي الله يبارك بكم ويرعاكم حظك من الحبيب. انا ما ادري انتم محضرين رداديه او لا حبيت انه اسمع ان شاء الله فد رداديه من عندكم خلينا نسولف شويه ان شاء الله ونرجع الى خدمتكم بالمشاركات ولو الوقت جدا ضيق اللي باقي عندنا. ابو عباس بالنسبه الى الهندسه الصوتيه الرواديد اللي اجولك الى بني منصور من الرواديد الكبار اللي تعاملت وياهم مع انه كل رواديدنا كبار ان شاء الله ان شاء الله بخدمه آل محمد ان شاء الله تعالى. والله الكثير من الرواديد طبعا منهم من خارج العراق ومن داخل العراق. نعم. الرادود الكبير اللي زارنا وشرفنا بالاستديو حاليا هو مقدم البرنامج. انا خادم يا اخوي الله يبارك بك يا واحد من الكبار في دور لك. لا خدمناهم ان شاء الله بالاستديو. الله يسلمك يا ابو عباس طيب الله يحفظك يا غالي. منهم مثلا نذكر ملا عباس السعيدي. نعم تحياتنا له ما شاء الله صوت يعني اكيد امكانيه ملا عباس. احسنت. نعم ملا علي الساعدي ملا حيدر السعد ملا حيدر السعد من كادر الاستديوهات. نعم من كادر الاستديو عفوا استديو. نعم. مؤسسه البتول اللي تحت رعايه صاحب الزمان ان شاء الله مو رعايتنا. فكثير من الرواديد طبعا واقعا اللي ما تحضرني اسمائهم تشرفنا بخدمتهم في داخل الاستديو من خوزستان من اوروبا من لبنان كذلك. ولا تزال طبعا الاستديو ان شاء الله هي تحت رهن اشاره خدام الحسين. احسنت. احنا هدفنا صراحه مو مادي قدر ما هدفنا نشر هذا اللي لمسناه خدمة آل هذا اللي لمسناه منك يعني. يا ابو عباس الله شاهد انه عندك روح خدمه الامام الحسين الله سلام يعني. الله فالاستديو واقعا هي في خدمه خدام آل محمد الله يحفظكم ان شاء الله. يعني كثير من الرواديد مثلا تلقى حالته الماديه ما تساعد ويريد يقدم احنا بخدمته هذا المجال لكن اللي عنده صراحه يريد يحتال علينا لا يعذرنا. احسنت بارك الله فيك. اللي ما عنده وما يقدر يسجل نساهم وياه ونسجل له بدون اي مقابل هو المقابل طبعا اداء محمد المقابل مو قليل اكيد اكيد طبعا لكن احنا محجوب عنا هذا الاجر. فالاستديو مثل ما قلت لك هو استديو لك وانا ادعو من هذا المنبر صراحه وانا جاهز وحاضر اي رادود يريد يسجل حالته الماديه ما تساعد سوف يكون متفضل علينا لانه مرات يقول يثاب المرء رغما عن أنفه. أحسنت. تريد يعطينا أجر وثواب يبقاننا هناك للآخر إن شاء الله نلاقي فيه وجوه آل محمد في ذاك المشهد العظيم. أحسنت. طيب الله أنفاسك يا الله يحفظكم بارك الله بكم. أنا للأسف وقتي انتهى تمنيت أنه أستفيد من أنفاسكم أكثر وأكثر ولكن إن شاء الله
على البرامج القادمة بإذن الله تعالى. الرادود عقيل المنصوري، شكرا جزيلا يا أبو عباس. شكرا لله. طيب الله أنفاسك. شكرا مرسول لكم حبيبي. خدام. ضيفتونا بالمحمرة. خدام لكم، شرف إنه عظيم. وقمتوا بالواجب وفوق الواجب. الله يسلمك. الله يحفظكم أغاني. الله يحفظك. الله يسلمك. ملا عماد المنصوري، شكرا جزيلا نور عيني. حياتي لك ولقناة الإمام المهدي الفضائية. الله يسلمكم إن شاء الله. وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. اللهم آمين. الجميع إن شاء الله. الجميع. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، في هذه اللحظات نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مضيف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ألتقيكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جبينه أول جوري ورت طير الفرحة.